يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين بالحلقة الأولى من الموسم الثالث من برنامجكم الكيوسي شو. عدنا والعود أحمد. عدنا والعود أحمد. عد فقراتنا هالمرة غير. شلون غير؟ لا فقراتنا جديدة متنوعة أكثر. إيش رأيك الحين نشوف السيفتي مومنت مع جمهورنا ونرجع لهم. يلا. مرحبا، معاكم عبد الرحمن الصدر من الاتش اس اي ادمن تيم. كل عام وانتم بخير بمناسبه عوده المدارس. الكل قاعد يعاني اخر فتره بسبب الازدحامات، وصارت قياده المركبه جزء اساسي من حياتنا اليوميه، وهذا الشيء اثر علينا وخلاها مسؤوليه تجاهنا وتجاه قائدي المركبات الاخرى وحتى على مستخدمي الطريق. وفي اخر الدراسات لقينا ان وايد من الحوادث تصير بسبب السائق نفسه، وحاب اعطيكم بعض النصائح لسلامتنا وسلامه عيالنا. اولا لازم نعلم عيالنا ان لما يعبرون الطريق لازم يعبرون من خط المشاة، وان ما يعبرون اذا كان المكان مزدحم. علينا بالتروي وتهدئه السرعه في المناطق الجامعيه والمناطق المحيطه في المدارس، لان هذه المناطق يكون فيها عدد المشاة اكثر من غيرها. لازم ما ننسى لبس حزام الامان اللي له دور كبير في حمايتنا وحمايه عيالنا من بعد الله. وبالاخير نتمنى لكم عام دراسي موفق ودمتم سالمين. ما هي آخر قرارات منظمة أوبك وما تأثيرها على الإنتاج للدول الأعضاء؟ خلكم معنا في فقرة الأويل ترند. رحب بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة الأولى من الموسم الثالث من كي أو سي شو. في فقرتنا لهذه الحلقة راح نتكلم عن آخر قرارات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك والدول المنتجة للنفط المتحالفة معها أو ما يسمى بأوبك بلس في خفض إنتاج النفط بمقدار مليونين برميل يوميا وحصة الأعضاء بعد الخفض. كما نرى أن نسبة الخفض تقع على خمس دول. دولة الكويت لها نصيب بخفض ب 135 ألف برميل، ثم تأتي بعدها الإمارات العربية المتحدة ب 160 ألف برميل، ثم جمهورية العراق ب 220 ألف برميل، ثم المملكة العربية والسعودية ب 526 ألف برميل. مجموع الدول هذه تعادل مليون برميل للنفط يوميا، ثم يأتي بعد ذلك الاتحاد الروسي ب 526 ألف برميل. مجموع هذه الدول تعادل مليون و 500 ألف برميل من النفط بعد الخفض. وكان الهدف من منظمة أوبك تجاه الخفض أن تؤدي إلى استقرار السوق النفطي، وذلك لدفع الاقتصاد العالمي وسط توقعات بركود اقتصادي عالمي نتيجة تداعيات الجيوسياسية اللي قاعد نشوفها بالمنطقة، وأيضا كم تمديد إعلان التعاون اللي صار مع روسيا حتى نهاية 2023. إعلان يتم في اجتماعات كل 6 أشهر، وبناء عليها سيتم اتخاذ قرارات بالنسبة لتوزيع الحصص مرة أخرى. وبالتالي راح نشوف أن سعر متوسط البيع بيكون بين 100 إلى 120 دولار للبرميل الواحد. وبذلك أعزائي المشاهدين شفنا آخر قرارات منظمة أوبك والأسعار متوقعة وحصة كل من الدول المشاركة فيها. خلكم معنا مع باقي فقرات كي أو سي شو. في إطار مسؤوليتها الإقليمية استضافت شركة نفط الكويت المؤتمر 28 لجمعية مصنعي الغاز. للحديث عن تفاصيل المؤتمر نستضيف المهندس شافي العجمي من مجموعة عمليات الغاز وعضو اللجنة الفنية في الجمعية. حياك الله معنا. والله ابو حمد احييك، تفضل. حياك الله ابو حمد. الله يسلمك فيصل، حياك. بداية نبي نعرف نبدأ عن جمعية مصنعي الغاز. الله يعطيك العافية ابو فيصل. جمعية مصنعي الغاز هي جمعية مهنية عالمية غير ربحية تهتم في مجال صناعة النفط والغاز وخاصة مجال الغاز. مقرها في البحرين ويرأسها المهندس حمد راشد زوير مدير مجموعة عمليات الغاز في شركة نفط الكويت، وهي جمعية عالمية تضم خمس أفرع: أمريكا، أوروبا، فنزويلا، كندا، والبحرين اللي هي فرع دول مجلس التعاون. يعني شنو تهدف؟ شنو الأهداف اللي أساسها أنشئت هذه الجمعية؟ الهدف الأساسي لإنشاء هذه الجمعية هي تبادل الخبرات
وباعتباره ملتقى للشركات النفطية الخليجية، بحيث أنه يكون بشكل دوري تلتقي جميع الشركات النفطية الخليجية لتبادل الخبرات، لتبادل المشاكل الفنية، آخر الحلول، بحيث أنه يكون كل طرف يثري الآخر. ما شاء الله. يعني وهذا الملتقى هو سنوي عدل، كل سنة، وهي نسخته 28. أي زين، وقت كورونا شنو صار؟ توقف المؤتمر، توقفت الفعاليات، ولا صار في احداث ثانيه؟ للامانه ابو فيصل العالم كله وقف في كورونا. أي. لكن احنا ارتئينا في جمعيه مصنعي الغاز لان كان المقرر المؤتمر انه يكون في 2020، لكن بعد الجائحه تاجل الى 2022. ففي الفتره هذه شفنا ان احنا لازم نسوي شيء يفيدنا او يفيد الشركات الاعضاء. فالحمد لله تحركنا وأقمنا أكثر من 4 راوند تيبل، اللي هي تعتبر نفس المؤتمر لكن افتراضي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. والحمد لله نظمت، تم تنظيمه أيضا بشكل دوري تقريبا كل 3 أشهر بين الشركات الأعضاء. والحمد لله نفس الاستفادة المرجوة من المؤتمرات اللي نقيمها سنويا صارت عن طريق الأونلاين. انتهت كورونا وانتهت الجائحة واستضافت الكويت عقب سنتين المؤتمر 28. ابو حمد دبي نعرف عنوان المؤتمر والفعاليات اللي تمت بالمؤتمر، بس قبل لا نسمع الاجابه فريق الاعداد عد لنا تقرير عن المؤتمر، نبي نشوفه ونرد مره ثانيه. صبحكم الله بالخير، الكي او سي شو اليوم معاكم من فندق الريجنسي بالكويت. جمعية مصنعي الغاز اللي مقرها في البحرين فيها 5 فروع دار مدار العالم. كل سنة يقيمون المؤتمر في أحد من دول مجلس التعاون الخليجي. هذه السنة المؤتمر بالكويت بالإضافة للمؤتمر اللي طاف. لكن شو اللي ميز مؤتمر هذه السنة؟ كان مفروض يكون في 2020 لكن تأجل سنتين بسبب ظروف الكورونا. الحمد لله المؤتمر اليوم تم الافتتاح الرسمي بمشاركة أكثر من 1000 ديليجيت، وبالإضافة إلى أكثر من 30 إكزيبيتر اللي هم المشاركين اللي معانا بالمعرض اليوم. يعطيك العافية وصبحك الله بالخير بطلال، شنو تحب تقول لنا اليوم عن المؤتمر 28؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أود أن أشكر شركة نفط الكويت لدعمها لإقامة المؤتمر السنة هذه، وأيضا مؤسسة بترول الكويتية وشركاتها. الأمانة اللي لاحظنا إحنا هناك في إقبال قوي لحضور المؤتمر سواء داخل دولة الكويت أو من دول مجلس التعاون الخليجي. الجمعية تأخذ على عاتقها الاهتمام بالتبادل بالخبرات وإقامة الندوات بين دول مجلس التعاون، خاصة المشاكل الفنية المتعلقة بصناعة الغاز. لكن المؤتمر هذه حقق كل الأرقام القياسية اللي عمرنا ما سوينا، يعني عدد الحضور إنه وصل لألف عضو مشارك، يعني مشارك في هالمؤتمر. صراحة ما قصرتم. طبعا المؤتمر كنس ما شفت العدد الحضور والزخم الهائل، فالشكر أيضا موصول للقطاع النفطي في الكويت على الرعاية الكريمة. الزميلة المهندسة مريم الأنصاري أيضا من أكثر الأسماء اللي كان لها جهد كبير في تنظيم المؤتمر هذه السنة، وكانت ضمن التكنيكال كوميتي. فصبحت الله بخير أختي مريم، وقولي لنا عن دورك في تنظيم المؤتمر هذه السنة. هلا والله عبد الله، ويعطيك العافية أنت بعد. هالسنة كان وايد مميزة، يعني كان مجهود من الجميع صراحة، يعني مو بس احنا كجي بي اي تكنيكال ممبر، حتى من كي او سي كموظفة كي او سي انا افتخر باللي صار اليوم الحمد لله رب العالمين. التنظيم كان شيء متعب بس شفنا اثر اليوم صراحة. الحين ابو حمد نبي نعرف عنوان المؤتمر وفعالياته. ابو فيصل المؤتمر كان تحت عنوان Natural Gas Value Chain Opportunities and Challenges، وكان تحت رعاية الوزير النفط السابق الدكتور محمد عبد اللطيف الفارس، وبحضور الشيخ نواف الصباح الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، وبحضور كبار مسؤولين القطاع النفطي في الكويت وفي الخليج. وكان على مدى أسبوع كامل
من الفترة 18 إلى 22 سبتمبر 2022، وكان مقسم على جزئين. الجزء الأول اللي هو 3 أيام اللي هو كان يتضمن المؤتمر بالإضافة إلى المعرض الفني، وآخر يومين كان يتضمن الورش العمل. كم ورشة عمل تقريبا؟ 6 ورش عمل عندنا. بالنسبة للأول 3 أيام اللي كانت تضمن المؤتمر والمعرض الفني، الحمد لله المؤتمر شهد حضور أكبر عدد حضور في تاريخ النسخ السابقة، وهو كان عدد أكثر من 1400 كحضور، والحمد لله هذا رقم كبير جدا. وتم مناقشة 52 ورقة فنية علمية في مجال صناعة النفط والغاز. وبخصوص المعرض الفني، الحمد لله شهد حضور أكثر من 31 شركة ما بين محلية وعالمية. ممتاز. وبالنسبة للورش العمل اللي هي آخر يومين، كانت هنالك 6 ورش عمل من محاضرين من الكويت ومن برا الكويت، وكانت يعني الشريحة المستهدفة اللي هم الجونيور انجينيرز، المهندسين حديثي التخرج، هم صناع المستقبل إن شاء الله. أي والله. فكانت وهذا يعني يأتي من دور الجمعية باهتمامها أن تطوير مهندسين في دول مجلس التعاون حديثي التخرج. فكان حضور الورش العمل مهندسين حديثي التخرج من الكويت ومن عمان ومن الإمارات ومن السعودية ومن قطر، من جميع دول مجلس التعاون. ملتقى ممتاز. الحمد لله. الحمد لله. انتهى المؤتمر، الحين بنعرف دور الجمعية عقب ما ينتهي المؤتمر، وشنو متى النسخة القادمة وين؟ أبو فيصل، إن شاء الله إحنا مجرد ما انتهينا الحين من النسخة 28 اللي كانت في الكويت، كوني عضو في اللجنة الفنية لجمعية مصنعي الغاز، الحمد لله تم تقييم المؤتمر اللي طاف، وبلشنا في إعداد ترتيبات حق المؤتمر الجاي اللي راح يكون إن شاء الله في ماي 23 شهر 5، وراح يستضيفون الأخوان في BDO في عمان. عسى الله يوفقهم إن شاء الله في استضافة النسخة القادمة إن شاء الله. الحين إحنا الفترة الجاية في صدد إعلان فتح باب تقديم الأوراق الفنية للمؤتمر القادم، وإن شاء الله راح يكون في وقت يعني فتح باب وإغلاق، وبعدها إن شاء الله كلجنة فنية راح نراجع جميع الأوراق الفنية التي تقدمت ونقيمها، بحيث يتم اختيار أفضل الأوراق الفنية لتقديمها في المؤتمر القادم. مهندس شافي العجمي، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. والله يوفق إن شاء الله السلطنة في استضافة السنة القادمة. آمين إن شاء الله. إن شاء الله، ومن نجاح لنجاح، ومن استضافة مؤتمرات أكبر إن شاء الله. الله يعطيك العافية أبو فيصل، وما قصرتوا على الاستضافة الطيبة. يعطيك ألف عافية. الله يعافيك. شلون الزحمة وياك؟ الزحمة مشكلة، حالة حال غيرها. يعني لو ما تطلع قبل 7 راح تعال مبكر تكون بالسيف سايد، خصوصا احنا يعني نطلع من بيتنا الساعة 6:15، نطلع 6:30، وهم يلا نوصل الساعة 7. صيانة وهالأمور هذه مثل ما صار على طريق شمال الأحمد، فأعتقد هذا اللي مسببه أكبر، أو كثافة الزحمة بالضبط. هذه مرة تتأخرنا يعني تصير، هو شيء خارج يعني مو بيدنا احنا نسويه. يعني حقنا احنا كموظفين في القطاع النفطي، معنا يعني مفروض الناس تنظر لنا ان احنا نداوم بكر قبل الناس وكذا، بس هم نعاني من الزحمه. اي بعد هذه بروح توصل البيت بعد من الساعه انت ماشي زين، توصل البيت بعد الساعه الا ربع الى ساعه. قاعد يقول لي من الجهرتي. اي والله. ايش قدر ياخذ وياكل؟ يعني تقريبا اذا الشارع فاضي وسالك تقريبا 50 دقيقه. اذا حطوك انت قال عطنا حل، شو تسوي؟ بس خلي صفحنا الجسر واحنا ممكن نرتاح على الاقل الصبح. يمكن هي تكون البصمه او المرن على قولته. اذا كان في مجال مثلا يعني يفتحوا مثلا يعني خط يعني ثاني يعني حق الاحمدي، اتوقع النقل الجماعي هو او النقل العام هو الحل الامثل بوجهه نظري. افتتحت شركة نفط الكويت مركز تطور الطفل في مستشفى الأحمدي. عشان نتكلم بهذا الموضوع أكثر، نستضيف اليوم الدكتورة هديل الفرس.
شرفتينا دكتورة، تفضلي. دكتورة، كلمينا عن هذا المركز اللي الحين أنتوا أسستوه. مركز تطور الطفل هو مركز يضم الأطباء المختصين في تطور الطفل والأخصائيين اللي يتعاملون مع الأطفال اللي عندهم مشاكل في التطور، لأن التخصص طب الأطفال التطوري من التخصصات الدقيقة في طب الأطفال اللي يهتم بتطور الطفل من الناحية اللغوية، الإدراكية، الحركية والسلوكية. فدائما نشوف الأطفال اللي يكون الأهل عندهم شك في تطور عيالهم، فنقيمهم ونشوف نقاط القوة والضعف ونحطهم الخطة العلاجية المناسبة لهم. من أي عمر ممكن أن أولياء الأمور يراجعون؟ إحنا طبعا نستقبل الأطفال من عمر 2 لعمر 12 سنة، ودائما نقول حق الأهل إذا عندهم شك في تطور عيالهم حتى لو كان أصغر من العمر هذا أن يراجعون طبيب الأطفال، لأن ننصح دائما المراجعة الدورية لطبيب الأطفال مثل ما يروحون يراجعون حق الطول والوزن لما يولد للطفل، أيضا لازم مراجعة دورية لتعرف على معالم التطورية للطفل، لأن أغلب الأهالي ما يكون عندهم خبرة بالمعالم التطورية المهمة للطفل عشان صيدها قبل لا تصير المشكلة أكبر ويصير التأخر أكبر. دكتورة، بعد ما أنتوا تشخصون حالة الطفل، هل أن في جلسات أن أنتوا ممكن تساعدون الطفل يتطور، ولا أنه هو بس تشخيص؟ لا طبعاً، أنا أقدم الخدمات التشخيصية، نقيم الطفل ونعرف مهاراته ونقاط القوة ونقاط الضعف، وبعدين نحط التشخيص، وبعد التشخيص نشرح الأهل شنو هذا، شنو يعني هالتشخيص، وشنو المسار الممكن يأخذ الطفل، وأيضاً نحط الخطة العلاجية اللازمة للطفل عن طريق فريق متكامل عندنا من أخصائيين نطق لغة، أخصائيين تعديل السلوك، وأخصائيين علاج بالعمل، وأخصائيين العلاج الطبيعي. فعلى حسب حالة الطفل نحط الخطة العلاجية اللازمة له ونسوي لهم الجلسات بناء على حاجة الطفل. شلون طريقة أخذ المواعيد؟ بالبداية الطفل إذا الأهل شاكين في تطور الطفل إن في مشكلة، أول شيء يروحون حق طبيب الأطفال، هذه أول خطوة، لأن ساعات الأهل عبالهم إن ولدهم متأخر، لكن المعالم التطورية للطفل في مدى كبير لها. مثلا خلينا نقول المشي، في طفل يمشي على عمر 10 أشهر، في طفل يمشي على عمر سنة ونص، كل هذا المدى طبيعي. فمثلا أم تشوف مثلا عندها ولدها الأول مشى على عمر 10 أشهر، بعدين شافت ولدها الثاني عمره سنة وشهرين ما مشى، فعبالها إن ولدها متأخر، فإحنا ما نستقبل الحالات هذه. أول شيء يروح الطبيب الأطفال وهو عاد يبين لها، يقول لها هل هذا الشك محله إن صج ولدك متأخر ويحتاج تحويل يحولها، أو إنه يطمنها يقول لها لا والله ولدك ما سليم وما في شيء، وتابعينه بعد كم شهر، ويتابع طبيب الأطفال العام ويشوف إذا في تأخر ذيك الساعة يحول علينا، فالتحويل يصير عن طريق طبيب الأطفال. هل عندكم أي مثلاً دورات توعية أو مثلاً بهذا الخصوص؟ نعم، إحنا دائماً نشارك في الأمور التوعوية لأنها وايد مهمة، من خلال تقديم محاضرات للأهالي، وأيضاً نروح للروضات والمدارس بناء على طلبهم، نقدم محاضرات توعوية عن طريق عن تطور الطفل، وأي طفل عنده مشاكل دراسية وتأثر دراسي أيضاً نقدم خدمات للمدرسين وأولياء الأمور أيضاً. المركز بالضبط في مستشفى الأحمدي التخصصي صح؟ اي نعم، مستشفى الأحمدي التخصصي المبنى جديد، افتتحنا رسميا بشهر 8 2022، لكن انتقلنا وكان انتقال تدريجي لعيادة الطب التطوري، فالحين صار تحت سقف واحد يكون الخدمات التشخيصية والخدمات العلاجية، فنسهل للأهل والأطفال حتى الجو المكان نفسه ما يحس الطفل انه داخل مستشفى، فالبيئة نفسها يعني بيئة يعني صديقة للطفل. نشكرك دكتورة على تواجدك اليوم ويانا، وإذا عندك أي نصيحة تبين تقدمينها حق أولياء الأمور. بالبداية أحب أشكر استضافتكم لي ببرنامج الكي أو سي شو. إذا في نصيحة بقدمها للأهالي، أنا دائما أقول إذا عندكم شك في تطور عيالكم لا تعيشون بالشك هذا وتعيشون القلق، راجعوا طبيب الأطفال عشان يقطع الشك باليقين، فيقول لكم إذا الطفل فيه تأخر راح يحولكم علينا ونطمنكم إن شاء الله ونحط الخطة اللازمة، وإذا الطفل ما كان فيه شك يعني ما في تأخر الأهل راح يطمنون ويرتاحون. فهذه النصيحة اللي أوجهها للأهالي. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. وبكذي أعزائي المشاهدين ختمنا آخر فقرة من فقرات الكي أو سي شو، الحلقة الأولى الموسم الثالث، وإن شاء الله نشوفكم الحلقة القادمة فقرات متنوعة. ولأي استفسار أو اقتراح أو تبون تضيفون أي كومنت، تواصلوا ويانا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي ظاهرة عندكم بالشاشة، ونشوفكم على خير.